قالت وزارة الخارجية العمانية إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي التقى في مسقط المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج. وبحسب الخارجية العمانية فقد تناول اللقاء بحث المستجدات والجهود المتعلقة بالهدنة في اليمن واستداماتها، والتأكيد على أهمية العمل المشترك على تعزيز الثقة والحوار البناء بين كافة الأطراف. ودعت الخارجية العمانية والمبعوث الأمريكي إلى بدء عملية سياسية شاملة في اليمن. وأكدت الخارجية العمانية والمبعوث الأمريكي دعم جهود إنهاء الحرب.